الترددي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد. نزول قطارات مطريه مسحوب بالرعد اليوم الثلاثاء في العديد من المناطق، حيث تتوقع المديريه العامه للارصاد الجويه بالنسبه لليوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2022، تشكل كثير ضبابيه محليه تقرب من السواحل المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط، فضلا عن نزول قطارات مطريه مسحوبه برعد محلي جنوب المنطقه الشرقيه، ويبقى الطقس حارا نسبيا في الاقاليم الجنوبيه مع تناثر بعض الغبار جنوب البلاد، وتتراوح درجات الحراره الجسميه ما بين 8 و13 درجه بالمرتفعات الاطلس وما بين 11 و14 درجه في كل من المنطقه الشرقيه الريف والسفن الجنوبيه الشرقيه، وما بين 22 و28 درجه من الاقاليم الجنوبيه، تكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من أجزاء المملكة. أما درجات الحرارة العليا فترتفع في الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وتنخفض قليلا بباقي جهات البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالموغاد وما بين كاب سبارتي والمهدية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. سمعتم معنا مشاهدينا الكرام توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، نزول قطارات مطرية مسحوبة برعد بعديد من المناطق هذا اليوم إن شاء الله، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء تشكل كثافة ضبابية محلية بقرب من السواحل والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن نزول قطارات مطرية مصحوبة برعد محلي جنوب المنطقة الشرقية، وسيبقى بعض الغبار جنوب البلاد، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و17 درجة في كل من المنطقة الشرقية الريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و28 درجة في الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من أجزاء المملكة. أما درجات الحرارة العليا فسترتفع بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وتنخفض قليلا بباقي جهات البلاد، سيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين كاب سبارتي والمهدية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. مشاهدي قناة شوف تي في، شوفوا معنا اليوم إن شاء الله اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية حيث نزول قطارات إن شاء الله مطرية مصحوبة برعد بالعديد من المناطق، يعني نتمنى إن شاء الله أن تكون واحد التساقطات عكس السنة الماضية، السنة الماضية اللي عانت بلادنا بلاد التساقطات وقلت التساقطات. وتتراوح درجات الحراره الدنيا ما بين 8 و13 درجه، 8 و13 درجه بمرتفعات الاطلس، وما بين 11 و13 درجه بكل من المنطقه الشرقيه الريف والسفوح الجنوبيه الشرقيه، وما بين 22 و28 درجه بالاقاليم الجنوبيه، وستكون ما بين 16 و22 درجه فيما تبقى من ارجاء المملكه. اما درجات الحراره العليا فسترتفع بالاقاليم الجنوبيه وبالجنوب الشرقي وتنخفض قليلا بباقي جهات البلاد، سيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وما بين كاب سبارتي ومهدية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.